خلال هذه الفترة ما صار الحاج قائد حزب الشعب، حزب الشعب حركة انتصار الحريات الديمقراطية. حدث المنعرس سنة 1947 كما ذكرت سلفا بتأسيس الجناح العسكري لهذا الحزب. الجناح العسكري هذا تجسد في تشكيل منظمة اسمها منظمة لوس، منظمة أوس. المنظمة هذه منظمة سرية لا تستطيع أن تقول هي تعمل على التحضير للعمل ثوري عسكري. أصبحوا على قناعة وأصبحوا هم الجناح الأكثر قوة والأكثر تأثيرا في مسار حزب الشعب الجزائري. منظمة لوس هذه اللي كان من بين قياداتها أحمد بن بلة قامت بكثير من العمليات، وتم اكتشاف أمرها في 1950 بعد حادثة بنك وهران التي تم كشف القضية. فمرة أخرى كما قال واحد مؤرخ فرنساوي قال بأنه مرة أخرى الجزائر نار تحت الرماد.